السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبابي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. هنجيب لكم شقة في دار السلام للبيع، موقع متميز، بس دور سابع، إيجار قديم، دار السلام، شارع أحمد المصري، الملقة، جانب محطة مترو دار السلام. الشقة عبارة عن غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، تشطيب عادي، إيجار 650 ثابت غير قابل للزيادة. السعر المطلوب 48,000، قابل للتفاوض البسيط لسرعة البيع. واللي يجي هيعرف طبعا ان دور سابع بدون اسانسير. وفي وهبعت اسيب لكم في اخر الفيديو صور فيديو بتصوير الشقه، تصوير بشكل الشقه ونظامها. يعني ديت في دار السلام، عشان في ناس طلبوا مني الشقق في دار السلام. لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك ومشاركه للفيديو واشتراك في القناه وتفعيل الجرس. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.